بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رجاء 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 استمع، رجاء استمعي. إذا ما كانت لديك حاجة ملحة ولديك حاجة ملحة، كيف تصل إلى قلب الإمام الحسين عليه السلام ويزورك الإمام الحسين عليه السلام ويقضي لك حاجتك كما تحب ويطمئن قلبك بقضاء الحاجة؟ رجاء اسمع، رجاء استمعي، على طريقة التوسل بسيد الشهداء وعن طريق من وعن طريق من. وماذا قال الإمام الحسين عليه السلام لولدي الشيخ عباس القمي الشيخ علي؟ ماذا قال له الإمام الحسين عليه السلام عن طريقة التوسل به وكيف سيستجيب له؟ رجاء اسمع، رجاء استمعي. يقول الشيخ علي نجل المحدث العظيم الشيخ عباس القمي قدست روحه الزكية، والذي يعد كما تعرفون من أكابر الخطباء المشهورين في مدينة طهران. يقول الشيخ علي: ابتليت في إحدى السنوات بمرض في حنجرتي، بحيث عجزت عن ارتقاء المنبر والوعظ والإرشاد. لذلك وكسائر المرضى عندما يصابون بالمرض، فقد راجعت طبيبا متخصصا وقد أخبرني بعد المعاينة قائلا: إن مرضك بلغ من الشدة بحيث أن بعض أوتارك الصوتية قد شلت تماما، ومن الصعب جدا جدا معالجتها، وربما يكون علاجها بلا فائدة، إلا أن الطبيب كتب لي وصفة ببعض الأدوية. الكلام لمن؟ للشيخ علي ابن الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان. فعلى كل الأحوال، فيقول: ألا إن الطبيب قد كتب لي وصفة ببعض الأدوية ونصحني بالاستراحة التامة والتجنب من صعود المنبر، بل منعني من التحدث مع الناس حتى مع زوجتي وأطفالي، وإذا احتجت إلى شيء علي أن أستفيد من الكتابة على ذلك، يعني على تلك الأوراق إلى غير ذلك، حتى أنتهي من هذا المرض الصعب وينتهي علاجي، وإما أن أشفى أو لا أشفى. وفي واقع الأمر كان هذا العلاج صعبا جدا جدا علي، لأن الإنسان لا يستغني عن الحديث والتحدث مع الناس، يعني خصوصا مع زوجته وأولاده. على كل الأحوال، يقول الشيخ علي: يعني صراحة شعرت أن جميع الأبواب قد أغلقت في وجهي، وأدركت بكل كياني إن قدرات الأطباء، يعني هم كأناس عاديين لا يستطيعون أن يفعلوا لي شيء أبدا أو أن يخلصوني من هذا البلاء. بالفعل في أحد الأيام وأنا أتفكر في أمري وبعد صلاة الظهر والعصر، شعرت بانكسار عجيب، بكيت بكاء مرا واعتلى أنيني وحنيني، ولا شعور يعني شعرت به مثل هذا الشعور في الأيام السابقة. وتوسلت فورا بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وقلت له: يا سيدي، يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، إن الصبر على مرض كهذا صعب جدا علي، علما أن الناس من أهل المجالس يتوقعون صعودي إلى المنبر، سوف يقدم علي شهر رمضان، وكيف أستطيع أن أعتلي المنبر وأقرأ للناس مصيبتك يا سيد الشهداء؟ ماذا أفعل؟ أنت شفيعي إلى الله، أنت خلاصي من هذا المرض الصعب. رجاء اسمع، رجاء استمعي، هذه المناجات للشيخ علي ابن الشيخ عباس القمي مع الإمام الحسين. يقول: بعد هذه التوسلات خلدت إلى النوم كعادتي في كل يوم، ولكن هذه المرة رأيت في عالم الرؤيا مولاي وسيدي الإمام الحسين عليه السلام قد دخل إلى غرفة الصغيرة، ولا إراديا مني بكيت بكاء شديدا، وقلت: يا سيدي، إن شهر رمضان على الأبواب، وقد دعيت في مساجد متعددة، ومع هذا الحال كيف أستطيع صعود المنبر؟ وإذا بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يشير إلي قائلا: اقرأ مصيبة عزيزتي رقية وابكي عليها، وسوف تشافى وتعافى إن شاء الله. اقرأ مصيبة عزيزتي رقية وابكي أنت، وسوف تشافى وتعافى إن شاء الله. يقول الشيخ علي: وأنا في ذلك العالم
بدأت أقرأ بعض الأبيات للسيدة رقية، وكذلك بعض مصائبها في كربلاء. والجميل في الأمر والذي لم أتوقعه أبدا في اليوم نفسه أو اليوم الذي بعده، راجعت المتخصص نفسه وإذا به يتعجب كثيرا ويقول: لا يوجد أثر أبدا أبدا للمرض. ثم إنه أخذ يسألني قائلا: ماذا تناولت؟ ماذا فعلت حتى شفيت بهذه السرعة؟ فيقول الشيخ علي ابن الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه: نقلت له القصة وكيف أنني رأيت مولاي الحسين عليه السلام في عالم الرؤيا، وكيف قال لي: ابكي على ابنتي رقية، أقم العزاء على ابنتي رقية وسيشافيك الله سبحانه وتعالى. وإذا بهذا الطبيب يسقط القلم من يده دون إرادة، وأخذ يبكي بشدة ويؤن بكل حرقة بحيث أن لحيته ابتلت بالدموع، وقال: إن مرضك لم يكن له علاج، ولكني لم أصارحك في الأمر، ولكن هذه بركات الإمام الحسين عليه السلام التي أنت حصلت عليها عن طريق عزيزته السيدة رقية عليها السلام. جرب ولا تشك. إذا كانت لديك حاجة كبيرة، حاجة مستعصية، لديك أمنية خطيرة وكبيرة تتمنى أن تتحقق في أرض الواقع، ما عليك إلا أن تقيم مجالس العزاء. أقم مجلسا ولو صغيرا واحدا في بيتك للسيدة رقية عليها السلام. فهذه المجالس على السيدة رقية عليها السلام يحضرها أبو عبد الله الحسين عليه السلام، ويبكي فيها على عزيزته السيدة رقية عليها السلام. جرب ولا تشك. هذه من مجربات علمائنا الأعلام ومن الثقات، من الخطباء المشهورين الصالحين. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد، خادم في مرقدي والد السيدة رقية الإمام الحسين عليه السلام.